ولا هدية. لا 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 مبلا هدية شيطان. لا والله والله ما بيها هدية والله راح اجيب لك على الهواء. والله ما بي هدية. لا مبلا والله يا جماعة خلونا نطلع فاصل ونرد نكمل نجرتنا. وجها لوجه منبر الحوار، منبر الصراحة، منبر كل مواطن حر. تابعونا في برنامج وجها لوجه. عناوين صحفنا كلها تتحدث عن الحكومة وعن المجلس وعن الحل وعن الاعتصامات. اليوم النيابة استدعت 9 نواب باقتحام مجلس الأمة. النواب المقاطعة أو النواب المعارضة المختطفة في رأيي الخاص يخدعون الشارع الكويتي. الشارع الكويتي يريد النجاح. حكومة مستشارين غلط خطأ ناس مو مستوعبة. ينبغي أن يكون القانون فوق الجميع. والله تحل من اليوم الثاني. أي قضية يذهبون إلى تدويلها أو يهددون بتدويل هذه القضية. قمة الديمقراطية إن إحنا الناس تسمع صوتنا وتسمع الزين والشين. شنو المشكلة؟ لماذا التيار الإسلامي يلجأ إلى الدخول بانتخابات فرعية مجرمة قانونا؟ ما هي عمل سياسي هذا؟ هذا عمل شرعي. وجود النواب أمام النيابة العامة ومساءلتهم هذه نقاط مضيئة لدولتهم. المال السياسي يرفع أسعار الانتخابات. المال السياسي. الرشاوي بدأت انتخابات 2012. نذير شؤم مثل ما تفضلت حق أصوات العادة والمؤذنين. بين قوسين انتخابات انتخابات. راح أتكلم معكم في قضايا اجتماعية. راح نعطيكم أبرز الأحداث السياسية. وعندنا أهم الأنشطة الرياضية. وعندنا أهم الفعاليات. تابعونا من الأحد للخميس. قضية دخول الأغذية الفاسدة إلى الدولة هذه قضية أمن دولة. في تواطؤ من قبل موظفين البلدية لغض النظر عن بعض الشركات. البلدية بدون التجارة، التجارة بدون الصحة. هذا قانون في الموضوع سياسي بحت. يعني المختبر نفسه هو يبي نفسه. مشتهي وكلك طماطم اليوم لازم أغفر لك أبو حازم. مشتهي تاكل بيت دجال لازم أغفر لك أبو حازم. لا أنا كمزارع ممنوع إني أدخل المزارع. أعيد كلام الإخوان كلهم من نقلف العقوبات. ما هذه إجابة دبلوماسية. الألف دينار وين راحت؟ وزعت على التلفونات؟ هذه خبزتنا اللي في السابق وصار هذا هو وزننا. أنا أقول يا خوفي باكر يسوون دايت للمواطن الكويتي ويصير هذا.
كان عندي تعال 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 اقول تعال تعال بسرعه 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 تعال 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 مني 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 لا مني لا مني لا مني لا مني مني. ردنا لكم اكيد من بعد الفاصل واحلى حبتين لكم. طبعا عندنا التواصل مع اللي بالفيسبوك عيني عليكم بارده ما شاء الله عليكم. ريون غير تقول اليوم زفوني اربع مشرفات تفشلت. زين هم زفوت واحنا شكو يا حرام قاعد تقول شنو خلياها. زين زياد الحربي اسرار مبروك التخرج منوره اليوم وشكلك وايد حلوه. انزين فاطمه لانزين ايه ترى زياد سال عن عدساتي. ما انا ما قلت انزين بالله ما ادري اذا عندكم اياها بالامارات كنا بالله اسمها بالله وهو بالسعوديه بيور هيزل. بيور هيزل ها بيور هيزل يا زياد بيور هيزل عدسات عسلي صافي. المهم عندك فاطمه لانزي تقول بخصوص موضوعكم اليوم عن الشخص اللي يكذب اقول له ترى حبل الكذب كثير وشنو راح يستفيد. انزين راح يستفيد اذا كذب على طول راح يدخل النار خلكم صريحين. هذه طبعا فاطمه لانزي تقول. أميرة الورد تقول ميمي وأسرار ومحمد يا ليت ترسلوا لي تحية. ارسلوا لها تحية أميرة الورد. هاي أميرة الورد أحلى تحية لك. زياد الحربي منورين الشاشة. أميرة الورد سلام كيفكم أسرار مبروك التخرج وفستانك مرة حلو. شكرا انتي مرة تجننين. ريون غير تقول محمد فيه شيء متغير شنو. أنا أقول لك شنو. لا لا إيه شو اسمه شعري صار يعني شعري قمت أطول شعري قمت أطول شعري فأنت قبل تشوفين كله قرعة فالحين في شعر في شعر في قايم بالشعر. إنزين شعري طويل كنا هرير أبوي. إنزين إنزين خلنا نبلش بش اسمه بموضوع الكذب واللي يكذبون مع ميمي. يلا ليش معاي أنا؟ لأن ميمي أنا عارفك أنت تحقدين على اللي كذب. تفضل أتوي كلام. اوكي عشان انا اصيد اللي كذب. ما شاء الله صايده منه. لا شوفوا صدق الكذاب يبين من عيونه هذا اول شيء. والشيء الثاني مره كنت قاعد افكر ان الكذب صفه بالانسان نفسه يعني صفه طبيعيه ولا صفه مكتسبه. فجاوبوني على هالسؤال كل واحد من وجهه نظره هي صفه طبيعيه ولا صفه مكتسبه. انا من وجهه نظري الكذب صفه مكتسبه يعني الانسان يتعلمها مع الوقت. يعني تدري في واحدة شو تقول اسمها حنان علي تقول هنا هنا علي تقول ما في أحد ما يكذب بس الفرق بين الكذب المفيد والكذب الضار. لا لا آخر شيء. إنزين ما أدري أنا أشوف الكذب كذب يعني هو مبدأ الكذب يعني مبدأ الكذب واحد, واحد. إيه؟ يعني عفوا يعني أنت لما تيجي تقولي لي في كذب مفيد وفي كذب مضر. إنزين إن شاء الله هذا يعني إن شاء الله هذا مو أكل أو إنه شرب يعني إن أنا تقولي لي والله كذبة مفيدة وكذبة ضارة. إيه هي الكذبة مبدأها واحد يعني أنا واحد من الناس لما أقول حق شخص يا فلان لا تكذب مرة مرتين ثلاثة أربعة في عندي أنا لمت معين. فطبعا بما أن أنا مو الحين أنا وقتي إن أنا أسولف راح أخلي ميمي تكمل. قولها يا ميمي. إنزين فمثل ما قلنا أن مبدأ الكذب واحد. حلو يعني في ناس يقولون في كذبة بيضة وفي كذبة سودة. يعني الكذب مهما تلون هو الكذب مهما تلون يتم كذب يتم. انت ما قاعد تقول شيء صدق يعني كذب يعني غير واقع غير حقيقه. اوكي مثل ما قلت صفه مكتسبه بالنسبه لي انا. هذا نواف الجيماز معك يقول لك طبعا الكذبه صفه مكتسبه يعني صفه ايه صفه مكتسبه من وجهه نظري انا اشوفها كذي. الانسان اللي كذب بعلم الفراسه تعرفه من حركاته من عيونه من طريقته تعرف انه هو قاعد يكذب. هذا كتاب انا قريته بعلم الفراسه وتعلمت شلون اصيد الكذاب من حركه ايده او من حركه عيونه. هم في شيء اللي تكذب يطيح من عين الناس لانه صفه مكتسبه. ممكن انت تكذب مره مرتين بالاسبوع بعدين تصير خلاص لا عاده فيك. يعني اعرف انا وحده كذابة يعني لدرجة أنت تقول لك أنت حط المايك يمين تقول لك لا محمد كان حط المايك يسار. زين ليش تكذبين؟ وأنا حاطه يمين. لا هي يعني هي البنية تكذب بأي بكل شيء. ميمي كانت تشرب حليب فراولة وهو حليب كاكاو. إيه يعني في أشياء ما لها داعي تكذبين فيها بس هي تكذب. خلاص. إيه يعني فخلاص هذا شيء صار مثل إنه بدمها لا لازم تكذب. إذا يوم مر ما كذبت كأنها مو مسوية شيء. انزين حتى شوشو المخضرمه صار إيه صار مرض مكتسبه يعني. صارت الكذب صار مرض لازم الانسان يتعالج منه. الانسان الكذاب لازم يتعالج. لا جد في اخصائيين نفسيين يعالجون منه. زين ميمي انت تقولين الانسان الكذاب لازم يتعالج. زين واذا كان هو كذاب وهو اللي يعني هو اللي قاعد يمرض نفسه بهالكذبه هذه
وهو انسان ما راح يعني ما راح يتعالج لانه خلاص هو صار عنده ادمان الكذب، شو تسوي؟ لا لازم يتعالج، لازم نوعيه، لازم نحطه والله مثلا هو الموقف صار كذي كذي، انت جيت قلتها كذي كذي، بس هو ما صار كذي كذي، فانت يا انه تبرر لي ليش انت كذبت، ممكن اعطيك مبرراتك، انه ممكن اقول يلا ما يخالف ارجع له، يلا ما يخالف كذب والله هذه وجهه نظر عشان كذي كذب، بس انه في ناس تكذب من غير سبب يا جماعه، صدق ليش تكذب من غير سبب؟ انا راح اسالك سؤال، بما ان احنا يعني انت عجبتيني وايد ان انت مع موضوع الكذب، ان انت حس انه ضد اللي يكذب وضد اللي يكذب بدون سبب او مع سبب. اذا كان الشخص اللي قاعد يكذب مثلا شخص مقرب لك، ان كان مثلا اخت او اخو او حبيب او ريل، اوكي شنو الليمت المحدد معاك انت معاه وخلاص طفح الكيل هني، ان انسي ان انت تردين تكلمينه لو شنو يصير؟ اوكي شوف انا طبيعي اقط بالوجه، يعني ما يهمني وما فاد اي يعني لا ما يهمني، يعني بقول لك واحده من رفيجاتي زين، هي اللي قلت لك عنها الكذابه وايد تكذب، فكنا قاعدين لما نسمع رفيجاتي لما اشوفها تكذب اقول لها ايه خير ان شاء الله، كنا مو كذي قاعد يصير، فيعني اقط بويها وقدام رفيجاتي ما يهمني، تنحرج ما تنحرج كيفها، هي وصلت نفسها لهالمرحله هي تتحمل، هي خلاص هي كذابه، فخلاص الكذاب يتحمل نتيجه افعاله. في عندنا هناء تقول اتحدى لو في انسان ما ينجبر انه يكذب هذه الدنيا، انا ما قاعد اقول ما في انسان ما ينجبر انه يكذب، انا قاعد اقول مبدا الكذب غلط، هذا مو معناته ان الناس ما يسوون شيء غلط، لان احنا ناس زين. شريفه قاعد تقول في كذبه بيضاء، انا علقت على الموضوع، الموضوع مو موضوع يعني بيضاء ولا سوداء ولا مبدا واحد فسفوريه ولا هذا، هي كذبت يعني احنا مبدانا ان احنا ما نبي نكذب، خليك صريح حتى أوكي. لو تخسر اللي قدامك في انا بتكلم، بس في تقولي في ناس ينجبرون، اي انا قاعد اقول ما في احد ما يكذب، شوفوا خلينا ناخذها على انواع من البدايه، الكذب مبدا اوكي، مبدا الكذب غلط، الناس تغلط ولا ما تغلط؟ غلط، معناته الكذب ممكن الناس يكذبون لان اساسا الانسان خطاء، الانسان يغلط، الغلط مو بس انه يسوي شيء حرام، ممكن يسوي شيء غلط عادي احنا نشوفه غلط، الكذب غلط، فعادي الانسان يغلط، يعني عادي الانسان يكذب، بس لا يصير كذاب، خلي تكذب عند الضروره، بس لا يصير كذاب، يعني في انا اعرف وحده كذبت ليش؟ عشان والله كان جاي لها نصيب واضطرت انها تكذب بشيء معين، اوكي كذبت عشان مبدا ستر، اوكي كذبي. بس انه لا يصير طبيعة الكذابة بحثها منو هي؟ انا ما قلت اسمها. ايه في ناس لا صدق في يعني في ناس تكذب عشان الستر، انا ممكن ايدها من هالناحية انه والله كذبت عشان يعني مثلا تنستر او مثلا عشان ما تنفضح، اوكي خد كذب اوكي، بس والله الشخص لا تصير كذابة زين ما يخالف، انت قاعد تقول هذه تأيدينها اوكي، انا من وجهة نظري ما ايد، قولي ليش؟ ليش؟ لان بالله استمع من غيرها الموضوع شنو راح يكون موقفها وقتها؟ هو شنو الموضوع؟ يعني على أي موضوع؟ لا يعني على أي موضوع؟ في مواضيع أأيدها في مواضيع ما أأيدها، إذا كان الموضوع تافه مثلا موضوع يتعلق بماضي البنية زين، إحنا خلينا نكون واقعيين، مجتمعنا الريال ما يتقبل إن البنية عندها ماضي، فبيروح يسألها أنت والله كان عندك ماضي؟ بتقول لها لا، أوكي حتى لو عندها إيه، بس هي كذبت ليش؟ عشان ما تتطلق على سبيل المثال، هذا الشخص اذا كان عاقل إيه؟ ولا مو عاقل إيه؟ بس احنا خلينا نكون واقعيين، الرجل الخليجي بشكل عام ما يتقبل ان زوجته عندها ماضي، فالبنيه المتزوجه اللي تكذب بماضيها ان تقول انا ما كان عندي ماضي عندها ماضي اسرار، يعني انت تخرجتي ما تسبني انا لا انت سمعي روان صالح تقول ربي صارت اغلب الناس يعني والخلق والمخاليق تكذب، وانا بصراحه الله يسامحني كثير اكذب، انت ما شاء الله عليك مبين عليك ان انت وايد كذابه، ويعني على الفاضي والمليان هي تكذب عشان تمشي امورها بس لا 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 انا قلت لك مو عشان يعني ما يصير هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا حرام، يعني انا ساعات اتاخر عن البيت يروح الوقت علي، اكون قاعده ببيت رفيجاتي تصير الساعه 11 فتكذبين اتوهق شو اسوي؟ يعني تدرون اني كذابه صراحه انا عجبني والله زحمه والله مشاركات الفيسبوك وايد هاميمي والله مو زحمه هو مو زحمه مبين اني كذابه بس شو اسوي عشان لان عشان ما تنزل اقول له ايه عشان بقول انا ما شفت الساعه مش الوقت راح يقول لي